السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يومية الفراشة. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اذا كنتوا اول مرة تشاهدوا الفيديو وتتابعوا القناة، ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد، وكملوا خيركم الضغط على الجام للفيديو وخليوا لي التعليقات باه نبقاو على تواصل الدائم. اذا مرحبا بكم في قناة يومية الفراشة. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم واحد الوصفه سهله 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 ولازم تكون في كل بيت، اللي هي وصفه الثوميه يعني تاع المحلات. جبت لكم اليوم ثوميه لا مايزينا ولا ميحزنون بمكونات جد سهله يعني بسيطه، وهي وصفه جد يعني تاع المحلات بكل يعني الاسرار كما يقولوا الاسرار تاعها. اذا انا الوصفه هذه اعطاها لي الزوج تاعي لانه كان يخدم في المحل يعني في الغوستورون. اذا جبت لكم الوصفه منه، ما تبيعوش برك. اذا واش نحتاج؟ المكونات عندي زوج بياض البيض بدرجه حراره الغرفه، عندي سنينات ثوم يعني الكميه اللي حبيتو، على سموها ثوميه على خاطر تبغي الثوم بزاف. عندي شويه ملح، قرصه ملح على حساب المذاق اللي تبغوه. عندي عصير حبه ليمونه، عندي ياغورت ناتور او اللي ما عندهاش ياغورت ناتور تستعمل الرايب، يعني الرايب ماشي لبن، وزيت طبعا. اول حاجه واش راح نديرو؟ نديرو الثوم ونديرو الملح. بسم الله نزيدو عصير الليمون، نديرو كامل المكونات مع بعض، نزيدو زوج ملاعق كبار من ياغورت ناتور او الرايب. بسم الله يعني نديرهم كامل، راهم اصلا جابت لي زوج ملاعق كبار. اذا واش نحتاجو؟ بغا ميكسور ولا اللي عندها يعني طاس تاع جو ولا دير فيه. بسم الله شوفوا اني خلطت المكونات شويه، يعني شوفوا كيفاه رجعت سائله ما. واش ندير دوك؟ انا عندي كاس زيت هنايا، علاه خيط انا هاد الزجاجه باه تقطر لي غير بشويه على شكل خيط. واش نديرو دوك؟ انا رايحه نقطع الصوت تاع الميكسور باه ما يصدعكمش. واش راح نديرو؟ تبعوني، راح ندير الزيت بالعقل ونخلط هكا، نطلع ونهبط نطلع ونهبط. بسم الله شوفوا يعني كيفاه. بعد ما كملت الكاس الاول راهي مازال ما عقدتليش مليح، هاي ليكم رجعت كي المايونيز. انا واش عندي؟ اني زدت كان عندي كاس ماهوش كبير يعني هذه ما تهزش بزاف، رايح نزيد الزيت. هو كامل السر تاعها راهو في الزيت، لازم نبقى ندير الزيت حتى وين تولي فرماج. اذا نكمل هاد بهذيك بنفس الطريقه خيط. راني شوفوا شحال بقى لي من الزيت، بصح انا راح نكملها بالعاني باه تخرج لي الزبده. شوفوا كيفاه خرجت، شوفوا يعني شوفوا شوفوا ها بسي باش يطيح، حتى نزغدها باش يطيح، يعني راهي كيشغل فرماج للطهي. انا دوك راح نزيد هاد الزيت باه تخرج لي. راني كملت الثوميه تاعي، شوفوا كيفاش رجعت، شوفوا القوام تاعها كيفاه رجع، حتى ولا الميكسور ما قدرش يزغد. شوف شوفوا يعني طيح بسي. شوفوا الثومية تاعي دوك، نديرها في صحن التقديم ونرجع لكم. الثومية راهي واجدة البنات وخاوتي ايضا الرجال، يعني كما راكم تشوفوا معروف انو الثومية يقدموها في المطاعم، اصلا تقدم يعني مع المشاوي مع الستاك مع الدجاج مشوي كيما تبغوا تاكلوها كلوها، وحتى انه لا غير بنينه تقدروا تاكلوها حتى مع خبز. كاين ملاحظة فقط، اللي ما يحبش ذوق الثوم بزاف
ينقص في الثوم، لانه ثوميه هذه مذاقها جاي رائع، بصح اللي يحب ما يحبش الثوم بزاف ينقص من الثوم. وتبعوا يعني الطريقه راح تنجح لكم 100% كما راكم تشوفوا بها ناجحه 100%. وقلت لكم هذه الطريقه تاع المطاعم، هذه هي شوف روعه مع مذاق تاع القارص. واش نقولوا فرماجو ان شاء الله ديروها وتوجدوها هكا رمضان ولا، وتخبوها وتقدموها مع المشاوي مع ولا مع الفريت ولا كيما تبغوا. اذا نقول لكم بصح ما تنساوش ديروا لي جيم على الفيديو، وخلوا لي التعليقات تاعكم، وبارطاجيو الفيديو مع يعني مع الناس باه يستفادوا في المجموعات وكامل. واللي مازال ما دارليش اشتراك في القناه يدير لي اشتراك كدعم منكم ليا، وباه المره الجايه نزيد لكم وصفات ناجحه 100%، وجامي نخلي نعطي لكم وصفات بايخه، راح ندير لكم غير الوصفات الناجحه ومع الشرح المفصل ان شاء الله. تهلاو في روحتكم وباي باي الى اللقاء.